ثمن المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه المبادرات الرائده لصاحب لصاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مجال نشر وتكريس ثقافه السلام بين الطوائف والاديان وتعزيز روح الوسطيه والاعتدال ونبذ التطرف والتعصب بين الشعوب وتشجيع على شيوع اسس التعايش الامن السلمي بين الاديان والطوائف والاثنيات المختلفه وفي جلسته اليوم برئاسه سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفه رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه وبحضور معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفه نائب الرئيس اكد المجلس ان مملكه البحرين في ظل هذه الرؤيه الملكيه الثاقبه والروح الخيره والطيبه استطاعت المضي قدما في تعزيز دورها الريادي وتجربتها الحيويه في تحقيق التعايش والوئام واشار المجلس الى ان تاسيس كرسي باسم جلاله الملك في جامعه لاسبيانزا بروما لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الاديان هو مبادره رائده لتعميم هذه الروح الطيبه إلى ذلك رفع المجلس تهني وتبريكاته إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بمناسبة منح سموه وسام الاستحقاق النجمة الذهبية الكبرى من الطبقة الأولى من قبل عائلة هاسبرغ الملكية ومجلس مدينة هولبيرن بالنمسا وفي الشأن الإسلامي ندد المجلس بقيام الميليشيات الإنقلابية في اليمن باستهداف مكة المكرمة مشدداً على أن استهداف البيت الحرام عمل إرهابي دنيء، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على يقظتها وبسالتها في إحباط هذا الإعتداء الآثم والذود عن قبلة المسلمين. بعد ذلك انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجه على جدول اعماله واستهلها بالاطلاع على مسوره اتفاقيه تفاهم مع مجلس الشورى مجلس شورى المفتين لروسيا والاداره الدينيه المركزيه لمسلمي روسيا الاتحاديه وابدى ترحيبه بتعزيز العلاقات مع الجهات والمنظمات الاسلاميه. كما وقف المجلس على اخر المستجدات بشان تنفيذ بعض مشروعات اعمار الجوامع حسب خطته التي اقرها مسبقا.